بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نتعرف اليوم على برنامج جدا سهل وبسيط وأيضا مفيد، ألا وهو برنامج إيميز. نبحث على كلمة إيميز، راح يظهر لي دايركت إيميز أونلاين برزنتيشن سوفتوير. تظهر هذه الصفحة. طبعا لما تظهر لي هذه الصفحة، قبل لا أدخل بالموضوع، قبل لا أعلمكم على الطريقة، البرنامج راح أعرفكم على البرنامج. البرنامج جدا سهل وبسيط بالنسبة للي أول مرة يستخدم العروض التقديمية عن طريق البرامج الإلكترونية. هو مشابه لبرنامج الباوربوينت، لكن برنامج الإيميز برنامج ممكن يكون أسهل وأبسط من الباوربوينت. له مميزات عديدة، طبعا من خلال شرحي للبرنامج راح تعرفون المميزات. هذه الصفحة الرئيسية لبرنامج إيميز. من المستفيد من هذا البرنامج؟ المستفيد طبعا المعلمات، وين في صفوفهم أثناء الدروس، أيضا في الورشات أثناء تقديمهم للورشات، كذلك بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ندوات دورات ممكن يستخدمون هذا البرنامج بشكل أسهل. مثل ما قلت لكم هذه الصفحة الرئيسية، ممكن أستخدم كذا لغة. بالنسبة لي عندي هني لغة عربية، إنجليزية، عدة لغات. برنامج إيميز هو إنه يكون لك صفحة خاصة لك أو بروفايل لك. شلون؟ الحين راح نتعرف على الطريقة. طبعا هني أدخل إلى أدخل بريد الإلكتروني. راح أدخل إلى البريد الإلكتروني. سجل تسجيل الدخول. ظهرت الصفحة هذه. طبعا الصفحة هذه تدل ان كأن هذا بروفايلي. الاسم، لاحظ ان هني الاسم وهني البرزنتيشن، كأن السوشيال ميديا، يعني كأن صفحتي في التويتر او صفحتي في الانستغرام او صفحتي في الفيسبوك. لاحظ ان هني برزنتيشن، يعني شغلي اللي أنا سويته محفوظ ببروفايلي بإيميلي. طبعا ميزة الإيميز إني ممكن أستخدمه في اللابتوب، الآيباد، في الجهاز، الأجهزة الذكية. هذا ميزته. أنا مثلا عندي عرض في الحصة ونسيت اللابتوب حقي، فأروح شنو أسوي؟ أخذ مثلا لابتوب زميلتي وأدخل على الإيميل. أحسن ما في إنه ما يحتاج تنزيل ولا يحتاج أي صعوبة. من خلال الإنترنت أكتب إيميز وتظهر لي صفحة الإيميز وأدخل على إيميلي وكل شيء محفوظ داخل إيميلي. ما يحتاج أسوي الشغل من جديد ولا يحتاج إني أستخدم جهازي معين، جهاز المعين. لا، ممكن أستخدمه في عدة أجهزة. فالحين عندي هذه صفحتي، عندي اللي هو ماي بروفايل. طبعا هني هذا يقول هني ويلكم ابورد. طبعا هني يوضح لي فيو. لما نشوف هني يعطيني فيديو موضح لي برنامج ايميز. لاحظنا ان البرنامج
ميزته انه يجتمع في الصور، كثير الصور، لاحظ الصوت، لاحظ ان يعني في تشويق في العرض، في طريقة العرض. قبل لا أدخل إلى التعليم البرنامج، ألاحظ أن هني، شوف أن هذا الإيميل عندي ماي أكاونت اللي هو اللي أنا داشة فيه الحين، وعندي لوج أوف أني أطلع، بحيث أن ما حد يقدر يدخل برنامجي لو أحد استخدم لابتوبي أو استخدم الآيباد لي، فما يقدر يدخل على شغلي. أنا أحط لوج أوف، أوكي، هدخل إحني بسوي عرض تقديمي، عندي برزنتيشن، هستخدم مثلا برزنتيشن، عندي عدة قوالب، نلاحظ مثلا أنا عندي بما أن كل شخص على تخصصه، سواء كان معلم أو إذا كان مثلا ندوة، على اسم ندوته يستخدم ياخذ الشكل المعين. بما أن أنا تخصصي اجتماعيات، ومثلا الدرس عن المناخ أو الدرس عن التضاريس، فأنا راح أخذ مثلا عن هذا الشكل وهذا القالب، مثلا في شكل أجبال أو ظهرت صفحة جديدة، نلاحظ أن مثلا نلاحظ الصفحة. طبعا هني عندي أول شيء نبي ناخذ خطوة خطوة. أول شيء عندي هذا السلايد، أستطيع أني أضيف سلايد آخر من خلال اللي هو ال add، عندي add فوق add تبين الشكل المعين، سواء كنت تبين صفحة واحدة فارغة أو فيها مثلا عنوان. عندي هني مخطط سهمي، مخطط سهمي مع الصور، تحطين بطريقة فرعية، عندي هني أشكال هندسية أو مقارنات، عندي عدة أشكال. فأنا مثلا أبي أختار الشكل هذا، أوكي، الشكل هذا مثلا أبي أحط هني. الحين راح أوضح لكم خطوة خطوة. أول شيء عندي السلايد الأول، مثال أنا أبي نفس السلايد هذا مكرر مرتين، عندي هني كوبي، أنا هني نسخت، لاحظ أن السلايدين نفس الشيء متكررين. أبي أحذف واحد، أطق إكس، خلال الإكس خلاص انحذف عندي سلايد. طيب أقدر أنقل بين يعني مثلا هذا السلايد أحطه تحت هذا فوق؟ نعم، لاحظ بطريقة سهلة جدا، ما يحتاج أي تعقيد. ف عندي الطريقة هذه، طريقة التنقلات. الشريط الآخر يوضح لي هني الأوقات بين سلايد وسلايد الآخر، مثل عندي هني أبي أختار مثلاً 10 ثواني، أبلي to all، راح أحط صح على الجميع، أبلي، أوكي. الحين أنا أبي أغير التوتل هذا، عفواً التايتل، أبي أغيره، أضغط ضغطتين عليه، بمجرد ما أنا أضغط ضغطتين عليه راح يظهر لي هذا الشريط، الشريط هذا اللي هو تغيير سمات الخط أو الكلام أو اللون أو السمك. الحين راح أوضح لكم أكثر، مثال أبي أغير الكلام هذا، أحدد عليه. ديليت، راح احول الى اللغة العربية واكتب التضاريس في العالم. طيب انا ابي اغير
بحجم الخط، لونه، شكله. نلاحظ عندي هني اللي هو علامة الفرشاة، اللي هو ستايل، هي الطريقة. هني بالتايتل يعني يكون على شكل يعني عنوان، سبتايتل أو تكست، فأنا راح أستخدمها تايتل. أوكي، هني اللي هو حجم الخط، طبعا هني بدون أرقام، لاحظ إن هني شريط بدون أرقام يسهل لي حجم الخط، بدل لا أن أحط رقم مثلا 14 وهو راح يطلع لي كبير، وأنا بي يعني وسط بين 14 وبين 12، فهني عندي سهل جدا طريقة التكبير والتصغير، ما يحتاج أي تعقيد وأي مشكلة. بما أنه موضوع أو عنوان، فأنا راح أكبر الخط. أوكي، أستطيع أنقل الكلام، مثلا أنقله فوق، أنقله تحت، اللي هو أوكي. فمثل ما قلت لكم أقدر أغير في مكانه شوي، علقت ماي الفارة. عندي طبعا هذا ممكن أحطه بالجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو في الوسط، أو ممكن بطريقة مستقيمة. هني السمك سميك غير سميك. هني الألوان، طبعا تكست كولور، أبي لون مثلا الأسود، الأبيض، هذه الألوان الأساسية. وطبعا هني عندي علامة البلاس، من خلاله لاحظ عندي عدة ألوان. مثال أنا بأختار لون مثال هذا اللون، هذا اللون. أوكي، أختار تشوز، راح يتغير معي اللون. هذا ممكن إني أنا أقدر أحط بوكس مربع في خلف الكلام، سواء أبيض، مربع، اللون اللي أنا أبي. بما أن أنا مختارة لون مقارب للون الخلفية، فأنا أستطيع أني أحط بوكس أو أحط مربع خلف كلمة أو خلف العنوان، حيث ما يحدث هناك يعني يكون الخط واضح أو الكلام واضح. عندي علامة بلس هني، أقدر أغير في اللون البوكس اللي ورا، طبعا أنه ما راح أخلي كله غامج، راح أخلي فاتح اللون الأبيض، هذا اللون مناسب، راح أختار تشوز. طيب عندي إفكت، طبعا الإفكت عندي عدة إفكتات، تبينها 3D تكست، بينها عندي عدة أنواع، طبعا كل واحد على حسب ذوقه وعلى حسب نظرته لهذا شكل جميل اخترته أنا. عندي لاحظ أن هني عدة أشكال متعددة. هذا اللي هو شفافية الكلام وشفافية البوكس اللي وراء، أبي غامج، أبي متوسط، أبي جدا مختفي، يعني ما بيكون واضح حيل، اللي يريح المستخدم. بالنسبة لهذا هذا الشريط أو هذه النقطة، طبعا هني أنا بما أنه هو تايتل أو عنوان، فما أحتاج إلى هذه النقاط، فأنا راح أضغط عليها مرة أخرى بحيث أني أمنعها. نفس الشيء هني، هذا إذا كان موضوع أو إذا كان موضوع طويل، فأنا يكون في مساحة في البداية. عفواً، هذه اللي فيها مساحة في البداية، لكن هذه ممكن أن بها يسار أو يمين على حسب خط، أو عفواً على حسب ال على حسب اللي هو لغة الكلام. عندي وعندي هذه النقطة اللي هو من خلالها
الفكرة